فتدريبات اللعب مهمة كما أسلفنا، يسموها التكتيكال جيم براكتس، وقلنا إحنا ونكرر دائما وأبدا بأنه الشرط التعليمي اللي يضع المدرب على اللعب هو يحقق العنوان التدريبي للفعالية. فاليوم أنا ألعب يعني تمرين لعب بتكتيك معين نظمته وأسسته على أساس هو ما يعرف بمجموعة ضد مجموعة بزيادة عددية بنوعين، يعني تمرين لعب مع الزيادة العددية، فنشوف الفعالية إحنا. واليوم إن شاء الله يوم مبارك وجميل على البشرية جمعاء، ودعاء بالنصر لكتائب القسام والمجاهدين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني. هذا تمرين، شوف شلون موزعين اللاعبين 6 ضد 6 بالثلث الهجومي، ثم هناك خط وسط، ثم هناك علامات هاي النقاط، ثم هناك فريق يبدي الهجوم الأصفر، بينما المهاجمين الفريق الآخر هم على جانبي الهدف للفريق المدافع، يعني خارج لعب. فيبدي اللعب بطريقة بسيطة، يعني نشوف كيف يبدي اللعب، بسيطة جدا، وأنه الحارس يبني ويا المدافعين، المدافعين يبنون واحد اثنين كذا، ويدخلون لهاي المنطقة، هاي منطقة إسناد يسموها، ويلعبون زملائهم ويسندوهم، فيصير لعب 6 ضد 6 بالتأكيد. لاحظ اللعب يصير 6 ضد 6، وعندي 4 هنا عندي، زين. فأخذ الفريم الأول، شوف لعبنا اللاعب هذا 2 لعب إلى 10 وتقدموا 4 هنا، ويصير لعب 6 ضد 6، وذول اللاعبين الأصفر عندهم 4 ساندين، منهم ساندين مدافعيهم، ما يحق للمدافعين يدخلون إلى الساحة ويزيدون عدد، هم زايدين عدد هسه 4 إسناد، يعني طول هاي المنطقة. فالفريق هنا الأصفر مرتاح أن يبني براحته ويجد أخطاء دفاعية ويسجل بالهدف بس. وإذا سجل الفريق بالهدف يبدي هذا الحارس، شوف هذا الحارس يبدي مع زملاء هذول 6 عشان يلعبون باتجاه زملائهم هؤلاء. كيف يلعبون باتجاه زملائهم هؤلاء وهم خارج الساحة؟ وإذا أعاد الفريق هذا المدافع ربح الكرة، رأسا هؤلاء 4 يتحركون أما للمنطقة المظللة لاستلام الكرة، فيصير هنا عندي 4 ضد 4، والكرة عند من؟ عند الفريق المدافع اللي ربح الكرة، أعاد ربح الكرة، أو الحارس مالهم صد الكرة، أو سجل هدف بهذا الهدف وأخذ الحارس كرة وبدأ بالبناء مع زملائه اللي هدفهم الرئيسي إيصال الكرة ذولا 4 اللي تقدموا أسرع ما يمكن إلى المنطقة المظللة هذه لاستلام الكرة والمبادرة بالهجوم بزيادة عددية. من أين تأتي الزيادة العددية؟ من هذا اللاعب الوسط وهذا اللاعب الوسط. لاحظ هسا إحنا راح نشتغل بس من يقطعون الكرة، نفترض قطعوا الكرة، نفترض الآن لاحظ شو يصير بالساحة الثانية. الآن تحول الأخضر إلى هجوم، الآن الأصفر هو اللي الأصفر في حالة هجوم، الحين اللعب للأصفر، يصير عندنا هنا يعني 10 ضد 6، لكن 4 المدافعين ما يحق لهم يدخلون بالثلث الهجومي، تبقى الوضعية 6 ضد 6، لكن 4 ساندين لفريق هذا شيء ممتاز، أين ساندين؟ خلف الثلث الهجومي، هذا تمرين راقي. لكن إذا المدافعين ربحوا الكرة، إذا الحارس ربح الكرة، إيش يعملون؟ يحاولون، طبعا راح يكونون تحت الضغط، يحاولون يلعبون الكرة المهاجمين هم اللي وين؟ اللي خارج اللعب، لأن المهاجمين في لحظة ربح الكرة من زملائهم أو حارس مرماهم يدخلون سريع للمنطقة المظللة خلف هذا الخط المنقط تحت ضغط هؤلاء، فيكون هنا عندي 4 ضد 4، وأسمح 6
وثمانية بالدخول. أعطيك الجزئية الأخيرة عد ما الفريق يربح الكرة.